كي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، هذه محاضرة اليوم عن الجهاز الفيرتبرال كولون، العمود الفقري والصدر. هاي أهدافها. بنهاية المحاضرة راح تتعلمون تعرفون أجزاء العمود الفقري والأعظام الصدر وعدد الفقرات والأضلاع. طيب، مثل ما تعرفون، نجي إلى تعريف العمود الفقري. نقول هو يتكون من عدة فقرات يسمونها vertebral colon, usually consist of يتكون من 33 فقرة, consists of 33 vertebrae. إذا قلنا vertebra معناته مفرد, وإذا vertebrae معناته جمع. يعني إذا قلنا vertebra A, وإذا AE A مفرد, وإذا AE جمع. واضح؟ منين يتكون لي هاي 33؟ نجي نحسبهم. يسمونهم 24 pre-sacral. الساكرال اللي هو العجزي, 24 ما قبل الساكرال vertebrae. واللي يتكون من هاي ال 24 يتكون من 7 cervicals عنقية, 12 thoracic صدرية, and 5 lumbars بطنية. واضح؟ هذا نجمعهم 7 زائد 12 زائد 5 يساوي لنا 24. واضح؟ هذه 24 followed by circle, circle 5 اللي هي أيضا 5 fused يسمونها, مدج مع بعضها, اللي هي القطنية العجزية. circle يسمونها العجزية, sacral sacral يسمونها عجزية. وبنهاية العمود الفقري أكو أربع فقرات يسمونها الكوكسي, الكوكسي أو الكوكسيجيل, هاي الفقرات العصاصية. ولذلك هنا إذا جمعناهم هاي هذا اللي يكون جمعهم 33 vertebra. The 24 pre-sacral vertebrae allow movement and hence render the vertebral column flexibility. شو يقول؟ هاي الفقرات ال 24 الأولى اللي عددناهن للبري ساكرال إلها قابلية الحركة. تمام, نقدر الحركة. واضح؟ يعني متحركة. وهذا يعني ال 24 متحركة, وعندنا الباقي اللي هي كم واحد, 11 أو 9 غير متحركة. 9 تكون غير متحركة, 3 اللي هي ساكرال, والأربعة اللي كوكسي كوكسيجيل. واضح؟ هذا يكون بها استابلتي بها. واضح؟ هنا أنا نعطيكم الأجزاء المهمة, أقصد الابريفيشنز, يعني المختصرات. سي معنات السي تي ال اس يسمونها, سيرفيكال, ثوراسيك, لامبر, sacral and co coccygeals. هاي بالنسبة للفقرات والأعصاب. بالنسبة لل V هي vertebrae والنيرف, بالنسبة للآن هو النيرف. هذه الأعصاب, هذه vertebrae الموجودة الآن بإمكاننا إحنا نلاحظها, اللي هي هاي 7 plus 12 plus 5 plus 6, وبالنتيجة النهائية عندنا فور الكوكسيجيلز. طيب, لو تلجون بتلاحظون الجسم ايضا بالعمود الفقري بانحناء. تشوفون الجانب النظري, الجانب الجانبي اللي يسمونه اللاترال سايد. نشوف العمود الفقري بانحناء, يسمونه كيرفيتشرز, الانحناءات. هاي الانحناءات, كم انحناء موجود؟ واضح؟ العمود الفقري مو مستقيم,
بانحناءات طبيعيه، هاي الانحناءات شوفوا هاي الانحناءات. طيب in the adult vertebral column present four اربعه يسمونها anterior posterior curvatures باربع انحناءات داخليه داخليه خارجيه anterior posterior واضح انحناءات. اول انحناء خلوا رقم واحد هنا thoracic and sacral are both curvature anterior واضح ياهو هذا الجهة الداخلية من جهة الفم الوجه لذلك ايش عندنا cervicals هذا cervical وهذا ال cervical they يقول هنا sorry they يقول cervical and lumbar cervical and lumbar هاي cervical وهاي lumbar شلون يكون الانحناء مالته متقعر الانحناء مالته اللي هو امامي واضح يكون anteriorly. النوع الثاني جروا تحت خط cervical and lumbar لحظة خلي نعدكم إياها both thoracic and sacral thoracic اللي هو هاي والsacral هذا يكون إحنا مالته هو anterior للداخل كي جزء من حليل الداخل. أما cervical and lumbar يكون إحنا مالته للخارج وين السيرفيكال هذا السر تمام الانحناء مالته يكون للداخل alright يعني المنطقة المنحنية تكون للداخل تكون للخارج سوري هاي تكون للخارج نعيد لك إياها حتى يقول هنا وجود أربعة من الانحناءات present for anterior posterior curvatures انحناءات thoracic and sacral خل جوها خط are both curved الانحناء مالها يكون امامي واضح هذا الانحناء مالها امامي thoracic والsacral النقطه الثانيه هنا cervical and lumbar الرقبي او العنقي والقطني يكون دائما both من الانحناء مالته الخلف وين الرقبه هذا تمام هذا يكون للخلف الانحناء منطقة المنحنية تكون للخلف مو المحدبة أنا ما أقصد أحسن الانحناء طيب the thoracic sacral curvature term primary لذلك هنا عندنا thoracic and sacral يسمونه curvature يسمونه الانحناء الأولي واضح appear وهذا يظهر وين appear during the embryonic period واضح هذا الانحناء يعني انحناء الصدري والعصعصي امين الانحناء الثاني السيرفيكال اند لامبر يكون هو ثانوي طيب وهذا هذا طبعا يكون تقريبا يظهر قبل الولاده بالاطفال ليش عندنا هاي الانحناءات حتى تنطي مرونه للجسم وياخذ ثقل الراس واضح يكون مرونة للجسم يعني يقدر يميل الجسم يميل باتجاه يكون مائل بكل الاتجاهات طيب بنجي إلى البارت أوف vertebrae عندنا الفقرة شنو جزئية الفقرة تتكون من عدة فقرات خلينا نأخذ جزئية الفقرة الفقرة من وين تتكون يسمونها atypical vertebrae consist يعني الفقرة النموذجية تتكون من body هاي الفقرة النموذجية ياهو جزء هذا البدي تتكون البدي second vertebrae arch هذا هو الارش هاي كل القوس بها تقريبا two arches يمين ويسار أو جانبي أوكي هاي الارش ف شنو بهذا it has several هاي الارش بها several process عدة بروزات بروز جانبي وبروز شوكي واضح يسمونه articles اللي هي البروز البروزات المفصليه والترانسفير العرضيه هاي ترانسفير موجوده هنا تشوفونها والسباينوزا سباينس او سباينوزمز اللي هو الشوكي هاي السباين سباينوزز اوكي
for the articular muscles ليش تصير هنا هاي؟ لأن تتمصل معها العضلات. بين هاي two arch بين القوسين جانبين يتكون لي هنا vertebrae foramen. الفورمن اللي هو القناة، هاي القناة موجودة بكل فقرة. ليش هذا موجود على القناة؟ يمر بها العمود الحبل الشوكي يسمونها فورمن. اوكي alright then هي تتكون، قلنا هذه تشرح لكم اياها، تتكون من الفيرتبري قناة، وهاي القناة which this house of the spinal cord مثل ما قلنا يمر بها. in addition to the transfer spinal processing which thus serve the short lever and thoracic 12 thoracic vertebrae are consist of the joint within the pair of and the ribs العضلات. وهذه يقول لك بشكل عام بانه هاي الفقره قسم منها تحمل العضلات وقسم تتصل مع راح ناخذها مع الاضلاع. تمام. طيب اللي هنا بين كل فقره وفقره ايش موجوده؟ يسمونه انتر فيرتبرال ديسك. هذا الديسك، يا هو الديسك هذا، مو احنا نقول عندنا ديسك فقرات، هاي نقول فقرات، هذا الديسك اللي هو عباره عن سسبنشنز سيبريت ذا بودي. وين يتكون؟ بالبودي، مو عندنا هذا البودي، هذا البودي سيبريت ذا بودي اوف ذا فيرتبري فروم ايتش اذر، يعني يفصل الفقرات عن بعضها. The body is mainly spongy bone and red marrow. النوع العظام الموجودة بالفقرات هو عبارة عن العظام السفنجية مو الصلدة اللي تحتوي على النخاع الأحمر، عادة هو النخاع الأصفر. But the margin of the upper and lower surface consists of a ring of the compact bone. لذلك لكن الأطراف وخاصة المحيط تكون على المارجن بونز. هذه اللي موجودة عندنا بالنسبة لل، لأنه هذه بياناتها فقرات وهي يمر بها الأعصاب. طيب هنا شنو علاقة relationship of spinal nerve to the vertebra؟ شنو علاقة الأعصاب الشوكية مع الفقرات؟ تشوفوها عندنا هذه الأعصاب، هاي الفقرات، وهذه عندنا داخلها يسموها الأعصاب الشوكية. كل حسب كل بكل الفقرات، لو أخذ الفقرات العنقية اللي هي 1 2 3 4 3 4 5 واضح إلى رقم 7 واضح. طيب the first cervical nerve emerged between the skull and atlas. احنا ايش عندنا؟ عندنا الفقرات، هذا السكلس جمجمه والاطلس اول فقره، ولذلك الاعصاب الاولى اللي هي تمتزج مع العصب النيرفس يسمونه سيرفيكال نيرف، هذا الاول يكون من السكل بالاطلس، يعني بين السكل وبين الاطلس. هسه نشوف نعلمكم اياها الاطلس. The cervical nerves C2 يعني هذا عندنا الأول، هذا الأول سير يكون مع منطقة الأطلس، هذا أول واحد، هذا تشوفون هذا C1 اللي هو cervical nerve C2 إلى C7 هذا واضح. C2 C3 C4 C5 C6 C7 واضح. C7 continue to leave the vertebrae canals above the correspondingly number of vertebrae. يعني الأول بالأول، الثاني من الثاني، والثالث من الثالث إلى 7 واضح. هنا ليش عندنا؟ إحنا عندنا 7 فقرات، لكن الفقرة الأخيرة اللي هو تنطي النيرف آخر يسمونه cervical nerve 8 رقم 4 اللي هذا منين راح يجي؟ هذا الايت تشوفونه منه، واحد من فوق واحد من تحت، هذا يندمج مع بعض. 6 و8 يتحدون مع بعضهم، تشوفوا هذا اتحاد مع بعضه،
ولذلك C8 emerge between the C الثامن من يجي هذا اللي هو يجي امتداد من السبعة and T1 T-thoracic واضح شو راح ينطينا؟ راح ينطينا رقم 8 وين يجي؟ دا يشوفونه دا يصعد هذا دا يشوفونه دا يصعد يسمونه T هذا 8 اللي منين جاي؟ جاي من رقم 7 زائد T thoracic 1 alright vertebrae and remind the spinal cord nerve below and the contuses راح أعد لكم إياها. عندنا الأعصاب كم عصب بي؟ 8 أعصاب عنقية. عندنا هنا 7 فقرات عنقية بها احنا عندنا 7 أعصاب عنقية 8 أعصاب عنقية. العصب الأول يطلع من بين الجمجمة والأطلس فقرة الأطلس. الأعصاب من الثانية إلى 7 تطلع كل واحد من الفقرته. عندنا العصب السابع شنو عندنا؟ يشترك مع جزء من عنده العصب السابع يشترك مع الصدرية الأولى ويعطينا العصب الثامن. واضح هذا كل ما موجود في الأمر هاي خلاص. أما الأعصاب الأخرى ما تستمر. طيب جينا على راح نشوفكم إياها بالعملي. جينا على المنطقة الفقرات the original characterize of vertebrae فقرات الموجودة هنا كل واحد حسب يختلف حسب مكان الفقرة. وذلك cervical vertebrae 7 the 7 vertebrae of the neck are characterized by open in each transverse process nose foramen transfer serum the upper 6 pair اللي هنا مو 7 هنا طبعا زوائد انا بها the upper 6 pairs of the foramen transfer تشوفون عندنا هنا تشوفون هاي الفتحه سوى الفورمن هاي فورمن واضح هاي اذن يسمونه فورمن بس هذا يسمونه ترانسفير فورمن. هذه يمر بها هذه يمر بها الاعصاب تخرج منها الاعصاب اوكي فورمن ذا ترانسفير ترانسميتد ذا فيرتبري ارتري ذا سي 1 فيرتبرا اللي الفقرة الأولى C1 vertebrae which support the skull هاي الفقرة الأولى وين تتصل؟ تتصل بالجمجمة ولذلك سميناها الأطلس. الفقرة اللي تل الأطلس الثانية اللي هي أيضا serve as a pivot of the يعني حاضنة للأطلس يسميها الأكسس. اوكي جينا على المعنى الاطلس شنو الاطلس؟ بيزيكلي الاطلس از ذا فيرتبري 1 سي 1 سي النير سي للفيرتبري مون النيرف which has no body هذا شوفونا هاي ما بيها body مجرد حلقه بس or spine ما بيها spine process consists of two lateral mass of connect موجود بها two arch بس هاي وموجود بها transfer هذا يسمونه posterior arch it is the occupied the condyle of يعني هذه اللي تقعد عليها الجمجمة هاي خلاص وبها transfer اثنان two يسمونه transfer process هاي سميناها الأطلس. الفقرة الثانية اللي هي ال C2 سميناها axis. الأكسس هي الفقرة الثانية characterized by اللي اشتعد بها is characterized by بتميز فرقها عن الأطلس بهذا الجزء يسمونه الدنس واضح هاي الدنس يسمونه هذا يقعد هنا من جهة الأمامية للفقرة حتى لا يصير انفصال واضح characterized by dense or يسمونه odonated process which is project upward from the body articles within the anterior arch لا يكون بالأمام أوكي هاي موجودة. طيب احنا تعرفنا على الفقرة الأولى الأطلس والفقرة الثانية الأكسس أما الفقرات الأخرى ما بيها أسماء بس بيها أرقام
اللي هي من 3 ل 7، واضح؟ 5. The lower cervical vertebrae 2-6 typically present short، هذه كلها short تقريبا، هذه بها أو شبيها بها يسمونها بايفيدا. البايفيدا سباين تكون مشقوقة، تشوفونها هذه، هذا تشوفونها الشق، هذه هاي من الثانية إلى 6 تكون مشقوقة، يسمونها بايفيدا بروسيس. The body are smaller and oval in shape. There are posterior project. تشوفونها هذه posterior، هذا project، هذا الأشواك الموجودة posterior project اللي هو مشقوق برأسين، يسمى بايفيدا. أوكي، وهذا موجود. أما البروسيس أما 7 C7 vertebra has a long non-puffed spinous process اللي هو الأخير، هذا يكون بشكل طويل لكن ما منقسم، ما بي هذا الشرم أو يسمونه الشق، تمام؟ هاي يسمونه بافيدة. ليش؟ حتى يكون يشبه فقرات الصدرية. Okay, conscious process that is unknown, the vertebrae prominent. The spines process of C6 and C7 and T1 are usually visible in vivo when the neck flex. يعني يكون تقريبا مشابهات اللي هي بالأطوال 6 و7. Okay, هاي خلصنا من العتب بالنسبة للعلاج، تمام. جينا على الفقرات الصدرية thoracic vertebrae اللي عددها كم يكون 12 vertebrae of the thorax pair، لكن عندهم صفات انه هذا شو يحملون؟ كل فقرة صدرية تحمل زوجين من الربس يعني الأضلاع اليمين ويسار، تمام؟ from T1 until T12 12. The T1 vertebrae is transitional in the appearance. Okay. يعني بشكل مستعرضي ومستعرضة موجودة عندنا هنا على البيت. Okay. T2 to 8 vertebrae are typically thoracic vertebrae within the kidney shape. تكون بشكل الكلية، شكل كلوي، راح نشوفكم إياها بالعملية عندنا. Body and have a costal fractures for the tubercles of the ribs. يعني تتصل، كلهن يتصلن لكن تكون متصلة. تشوفون شلون متصل هذا الريب اللي هو الضلع. The various faces of the ribs on T1 to T12 vertebrae body are arranged differently. يعني كل واحد حسب. طيب، ولذلك هاي الكونكلوجن مالها شنو عندنا؟ عندنا 12 فقرة صدرية، كل فقرة صدرية تحمل 2 من الأضلاع، زوجين من الأضلاع، وهذه الفقرة الثانية إلى 8 تقريبا هي متشابهة بشكلها. طيب، نجي على الكولوم المنطقة القطنية، تمام؟ يعني أحيانا يسمونها الظهرية لكن هي القطنية، يسمونها صدرية وقطنية. إيش قد بها عدد الفيرتبري؟ 5. أوكي، اللي هي وين صايرة؟ صايرة between the thorax and sacrum، المنطقة العجزية، واضح؟ لكن إيش بها هاي؟ من متكونة من الفقرات تكون بشكل كبيرة جدا، منطقة القطن، تمام؟ large. أحيانا يسمونها ظهرية لكن هي قطنية. Present either formina transfer nor costal face. The body is a kidney shape and peticles are the lamina are short thickening. يعني ما فيها معلومات كبيرة، تكون قصيرة لكن تكون كبيرة، تكون مربعة وبها الـ spine يكون طويل.
باتجاه إلى الخلف horizontal back. Then five lumbar vertebrae, usually the large vertebrae is the mainly responsible for the lumbar sacral angle. Okay, the fifth, هاي الفيفث تكون هذه مسؤولة عن الاتصال بالسيركل. اوكي هاي الموجودة عندنا. اوكي نجي على الساركم العجزية، الفقرات العجزية اللي هي هاي الفقرات العجزية. شنو تكون بها الفقرات العجزية اللي هي هاي الفقرات العجزية، هاي القطنية هاي العجزية؟ هذه من طبيعتها هن من 5 إلى 6 يعني حسب الجراحين. هذا شبيها يسمونها فيوزد، يعني متصلة مع بعضها، متصلة متصقة بها. مو هاي الفقرات الأخرى اللي قبلها نقدر نفصلها، لكن الفيوزد بالنسبة للعجز ما هو غير متصلة، فيوز يعني ملتحمة مع بعضها. To the form يسمونها العجز ساركا، which can be felt below the small of the back، يعني خاصة موجودة في أسفل الظهر. The sarcum article above within the L5 laterally and then spawn hip. تكون منطقة العجز، منطقة الهيب جوينت اللي هو منطقة العجز، منطقة inferior to the coccygeal and posterior. أوكي هاي هذا تكلمنا، هاي موجودة، هذا شو سمينا الفقرات العجزية. كم واحد فيها؟ 5. شنو نوعها؟ fused. نيجي على الكوكسي or coccygeal، the vertebrae usually 4. كم واحدة عندنا؟ 4. يا هنهن هاي بس، هاي الكوكسي، واضح؟ أيضا هاي بيها فورمنز بالنسبة للساركم. الكوكسي خلاص هاي بيها أيضا شبيها fused in the adult for the coxy. خلاص هذه بس. أوكي هذه هاي نريد نعرفها من عندكم، وذلك الآن نقدر نعتها نصلها إلى تقريبا 33 فقرة. واضح. جينا على منطقة الصدر، من وين متكونه؟ الصدر، القفص الصدري. طيب القفص الصدري كم عضلة عندنا؟ ما ننسي عندنا قفص، كم عضلة، كم فقرة بالقفص الصدري؟ عندنا 12 فقرة، كل فقرة زوج، يعني عندنا 12 زوج من الأضلاع. واضح. الضلع الآن شي يتصل بطرفين، تشوفون هل نرجع على الضلع، تشوفون هذا الضلع، هذا الضلع تشوفونه الريبس، هسه نجي عليه بجزئين. كل ضلع راح نشوفكم يا بالعملي، كل ضلع بجزئين بالمنطقة القفص الصدري. يتكون القفص الصدري، حتى شو داخل القفص الصدري عندنا؟ لأنه يحتوي القلب والرئتين. واضح. داخل القفص الصدري فقلنا أنا كم ضلع عندنا؟ 12 ضلع. منين يتكون؟ المنطقة القريبة من الأمام، من الصدر الأمام، متكونة من يسمونها كوستال كارتيليج، هاي اللون الأزرق. هسه نشوفها بالعمل، عبارة عن غضروف. ليش؟ لأنه هذا إلى شوية إلى إمكانية التمدد. أوكي the rib R يسمونه angled، يعني الأنجورد يعني منحرف إلى الخلف، انحرافها حتى يأخذ شكل القفص الصدري. واضح. واللي هو كله تقريبا 12 من الفيرتبري T1 to T12 the thoracic cages project. وذلك قلنا the thoracic cages protect heart and lungs، هاي عرفناها. the thoracic cages is formed by the A. القفص الصدري يتكون من ايش؟ يتكون القفص الصدري بشكل عام يتكون من جزئين. الجزء الاول يسمونه sternum. الاسترنم هو عظم القص، تشوفون هذا العظم المثلث، هذا عظم القص طيب بالأكل. واضح. يسمونه استرنم هذا. أوكي هذا القفص الصدري يتكون من جزئين، الجزء الأول A استرنم B 12 vertebrae، 12 زوج من الأضلاع.
اوكي، هذا كلها مع بعضها يتكون القفص الصدري. لكن عندي ملحوظه هنا لازم تعرفونها، ممكن نقسم الاضلاع الى عده اقسام. الضلع the ribs classify are true ribs، الاضلاع الحقيقيه من 1 الى 7، اضلاع حقيقيه من 1 الى 7 واضح، وذلك نعدها 1 2 3 4 5 6 7 هاي تعتبر اضلاع حقيقيه. طيب راح نقول لكم ليش. والاضلاع الكاذبه عندنا من 8 الى 12 واضح، يسمونها فولس او غير حقيقيه، ما نقول كاذبه نقول غير حقيقيه. اوكي، the last two pairs of the false ribs are also known as floating ribs. اوكي، ايش عندنا هنا؟ ايش قلنا احنا من 8 ل 12 اللي هي 1 2 3 4 5 هذا غير حقيقيه. اخر اثنين يسمونها العظام، يسموهم الربس الطائفة، الربس يعني قلنا عليها هو الأضلاع الطائفة، طائفة يعني غير مرتبطة. ليش عندنا هنا ترو؟ اللي ترو ربس من 1 إلى 7 أتها طرفين متصلات مع بعض من الصدر وبالظهر بالفقرة إلى العمود، إذا إلى عظم القص. الأضلاع من 8 إلى 12 متصلة بالفقرة لكن ما متصلة بشكل غير مباشر بالاسترنم بالعظم القص. آخر ضلعين يكون سائبة، يسمونه فلوتينج سائبة أو تائه، اللي هو 11 و 12 تشوفونه هذا، بس نشوفه عندنا بالمعمل واضح. تمام، نجي على الاسترنم، هذا عظمة القص. اوكي، اللي هو عظمة طويلة. The sternum is the elongated bone structure that angers the anterior thoracic cages، يعني اللي يكون اللي يركب angers. اوكي، thoracic. It consists of three parts. يتكون من 3 أجزاء، هذا يتكون من 3 أجزاء حسب الألوان، 1 2 3 هاي حاجة صغيرة هنا. أول واحد يسمونه منيبيريوم بادي، منيبيريوم بادي. أوكي، هذا منيبيريوم بادي، اللون الجرين. أوكي، منيبيريوم بادي اللي هو جزء كبير wide superior part of the sternum. The top of meribium has a shallow U shape. إذا شوفونا هذا بشكل U shape، shallow مناطق. When it مفصل، يتمفصل with a called the jugular. Jugular الوداجي، أما يسمونها الوداجية أو يسمونها suprasternal notch منطقة. اللي بيها هاي تتمفصل، ده شوفونا هاي المنطقة هاي ايش تتمفصل، ماخذ مثل يو شيب، تتمفصل مع الكلافيكل. يا هاي الكلافيكل، نرجع لها الكلافيكل اللي هي عظمة ترقوة. تمام، هاي بيها، هذا اول جزء، هاي يسمونه منيبيريوم. اوكي، is the side of sternoclavicles joint between sternum and the clavicle that the first rib. شو عندنا هنا ايضا تتصل هنا، وعندنا الفيرست ريب ايضا يتصل وياها. هاي تشوفون الفيرست ريب، هذه فيرست ريب، هذا رقم واحد يتصل بها، والكلافيكل also تتصل بها. خلاص، هاي هي. الجزء الاخر الموجود هو الطويل اكثر، يسمونه elongated central pole. هذا central central body مالها، is a portion of is called body. لذلك عندنا many periums and body، that many periums are
body joint together within the sternal angles. External angle. The second ribs. فمن يتصل به يتصل به ال يتصل به الفقرة الضلع الثاني الضلع الضلع السابع. Okay, body the sternum and join the sternum, the second rib attached to the sternum at the stern angles. Rib ثلاثة وسبعة من ثلاثة إلى سبعة attached to the sternum. هذا من ثلاثة إلى سبعة كلهن يتصلن هي حقيقة كلهن يتصلن إلى السابع من واحد إلى السابع. لكن هنا وين يتصل الواحد يتصل لكن الثاني أيضا يتصل بالاسترنام لكن بالبدي يقصد هنا بالبدي. أوكي في لذلك هاي مناطق واحد اثنين ثلاثة أربعة. أوكي يسمونها هاي التاتوستيرنال بدي هذا من ثلاثة إلى سبعة. عندنا الجزء الأخير يكون حر. The inferior جزء السفلي tips of the sternum is يسمونه exophoid process يعني بروز exophoid. هذا ممكن تمسكه أنت عبارة عن تركيب صغير cartilaginous يعني هنا أنا موجود به ولذلك أحيانا يصير عضو حسب التقدم العمر. واضح هاي ثلاثة أجزاء الموجودة بالسترنم عظمة القص واضح يسمونها سترنم خلاص هي. شو عندنا نجي على الريبس. الريب تيبيكال ريب اللي هو الضلع شو يسوي هو the each rib is curved يكون مقوس مو فلات يعني مسطح bones that contribute to the wall of the thorax اللي هي يبني القفص الصدري. هاي الريبس طبعا تكون الجزء يكون ناعم الداخل يكون ناعم. The ribs articulated posteriorly within the الريبس اللي هي المنطقة البوستيريوري هاي الخلفية وين تتصل؟ تتصل مع ثراسك واحد إلى 12 vertebrae واضح كلهن يتصلن من واحد إلى 12 الخلفي الجزء الخلفي alright and the most attached to the anterior via the costal cartilage to the sternum. Amma there are 12 ribs with the 12 pair of ribs. The ribs are numbered from 1 to 12 in according to the thoracic. تمام هاي اتصل عدامي اتصل بها هذا كل هي اتصل بها. اما من الامام فقط عندنا بالمباشر الاضلاع تتصل فيه الغير مباشر يسمونها الكاذبة تتصل كلهم يتصلون بالثامن. هذول عندنا ثلاثة بالثامن واثنين سايبات واضح هذا الموجود به. أوكي هذا part هاي الليبس. Parts of the typical ribs مثل ما قلنا the posterior ده شوفنا هذا يتصل هذا يتصل هاي يسمونه posterior تتصل بالعضلة بالفقرة وهذا هو القوس ويتصل cartilage بالsternum. Okay, بالبدي sternum. The posterior end of the tibial ribs is called head of the ribs. شو اسمه البوستيريال؟ يسمونه رأس عظم الضلع. وين تتمفصل؟ Article with the primary within the costal face of the same number of the thoracic vertebrae. هذا يتصل. أما الجزء الأخير الأمام إذا بقى هذا يسمون body ribs shift هذا يسمون shift اللي هو شيف يعني على المخضر اللي وين يتصل ويتكون يتصل بعمل استيرنا. طيب احنا هنا شارد نصنف الريبس classification راح نصنفه مو قلنا كوبيها. The bones ribs do not extend anteriorly completely around the sternum. Instead of each rib at the end. يعني هنا نقول العظم العظم الضلع يتصل بالخلف مع الفقرات وبين الأمام يتصل مع تركيبة يسمونها costal cartilage. Costal cartilage هي هاي تتصل بعظمة الاسترنم.
العظمة القص واضح. These cartilage are made of hyaline cartilage عبارة عن الكارتج الغضروف الزجاجي. Can be extended in the several inch. العظم هنا ليش كده عنده شوية يتمدد إلى قابلية التمدد لأنه يعتبر غضروف. Most rip are then a touch either direct or indirect. لكن مثل ما مباشر غير مباشر اسمه. راح أنا نصنفها لكم. نقول ذا اثنين تصنيف. الريب واحد إلى سبعة are classified as true ribs. ليش؟ لأنه عدة تتصل بالفقرات وتصل مباشرة واحد لحالة. واحد الرأس الكبير الخلفي إلى الفقرة والأمامي بالسترم أو بالشكل عام. أوكي. ولذلك يسمونه vertebrae. يسمونه vertebrae vertebro sternum ribs this costal حتى منطقة الكوستال. تمام. عندنا الأخرى يسمونها هنا false من 8 إلى 12 R called false rib الغير حقيقية اللي هي هذا يسمونها vertebrae يسمونها vertebro chondro ribs. هنا الفقري القصي هنا الفقرات الفقري الغضروفي ده شوف يتصل بالغضاريف هاي ده شوفوا هاي ما يتصل بالغضروف حتى يتوسع من التنفس احنا يتوسع الصدر. The costal cartilage from these ribs do not attach direct to the costal. ده شوف لنا الهاي كارتليج هذه اللي هو اللي هو تقريبا العشرة والتسعة والثمانية يتصلون بالسابع. Alright هسه شوفوها بالعملية. Okay. ذلك يكون thus this cartilage of the tail attached to the cartilage 9 and 9 attached to cartilage 8 and then 8 attached to the 7 مثل ما قلنا. وهذا كلها راح تشوفونها طلابنا الأعزاء حتى شو بالعملي يا إن شاء الله ترجعون وتشوفونها وتصوروها وترسموها وتكون سهلة جدا عندكم. عندنا هنا رقم ثلاثة the last two ribs some false هو كاذبة اللي هو 12 وال11 وال12 are also they called floating ribs اللي هو السائبة يعني هاي بس بتصل vertebrae بس متصل جانب واحد وذلك الناحية الأمامية تكون ناحية سائبة ما يتصل بأحد. أوكي طيب بعضكم سألني على الأسئلة هاي نماذج الأسئلة true false تختار جواب منها واحد صح. أوكي هاي نموذجة وهذا نهاية المحاضرة. شكرا جزيلا إذا عندكم أي سؤال بإمكانكم أن تسجلوها وتسألوني. أوكي باي باي.